أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل خلاف الظاهرية يخرم إجماع أهل السنة؟ ما هو بالظاهر، لا، ما يخرم إجماع، هم من أهل السنة، ما يقال أنهم هم من أهل السنة، من أهل السنة، لكن عندهم رأي وهو العمل بالظاهر وعدم القول بالقياس، خالفوا فيه ولا يعتد بخلافهم، لا يعتد بخلافهم، لكن ما يقال أنهم ليسوا من أهل السنة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.